مش ذنبي اني انا جيت لاجئة، اني انا انحرم من امي وانحرم من دراستي، راح من عمري سنتين. موضوع اني انا لحالي انا واختي بنات صغار، من بعدها يعني ما احد سمعني، ما احد ساعدني. اللي اطلبه انه فقط مكان استقر فيه ومكان اكمل فيه تعليمي. Yemen has an internal and sectarian war. All the people, they are dying from hunger. I don't want to go back to Yemen. It's because my life will be in danger. ما أعرف ليش ما حد يسمعنا، محامين ورحنا، البرلمان ورحنا، طرقت كل الأبواب، إيميلات وأرسلت، ناس وقابلت، كل الأبواب طرقتها. خلال سنتين وأنا بعاني، خلال سنتين أنا بعيدة عن أهلي، خلال سنتين وأنا أبغى حضن أمي.